الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. معكم بإذن الله مطبخ. أنا بتمنى منكم إذا عجبتكم القناة ما تبخلوا علينا باللايك الاشتراك. وبنبدأ بوصفتنا لليوم. عندنا اليوم طبقة من الحلويات، عدة طبقات اقتصادية وكثير كثير طعمتها لذيذة، طريقتها جديدة وسهلة وإن شاء الله بتعجبكم. المقادير اللي عندي 3 بيضات هياتون حجم متوسط، عندهم بشر برتقال أو بشر ليمون إذا بتحبوا، معلقتين كبار من الكاكاو الخام المر، عنده هون طحين حسب العجينة ما تاخد، هناخد حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح، عندي هون كوباية زيت وكوباية سكر نفس المقدار الكوباية، وعندي 1 فانيلا وبيكنج باودر عندي 1 بس، حجم البيكنج باودر للمقدار هاي 15 جرام يعني 1 باكيت بدنا. هلا أول نبدأ بركة الله، بسم الله نحط البيض، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حطيت البيض، احط الفانيلا، بسم الله، احط السكر ونخلطهم مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، او بالايد ممكن تخلطوه حسب اذا بتحبوا، يعني ممكن الايد بتكون اسرع واسهل للواحد. هاي شايفين لما جانت السكر، السكر طبعا عادي مش مطحون، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين صير عندنا خليط هيك. حابة انزل انا هلا هون عندنا بشر البرتقال كمان او بشر ليمون، كمل بالخفق، احط الزيت بسم الله، وبرضه نكمل خفق لما يتجانسوا مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي احط رشة الملح حوالي ربع معلقة صغيرة. هلا بدنا نيجي للطحين، مثل ما قلت هاي حط البيكنج باودر والطحين حسب العجينة ما تاخد معنا، العجينة بدنا اياها تكون عجينة ماسكة يعني مش كتير ناشفة. هلا ابلش طبعا بالايد، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا خلط الايد احسن دايما، بسم الله. لما تصير عندي العجينة متماسكة نوعا ما، انا دايما ما بتأيد بمقاديري بالطحين، يعني حسب احنا بنشوف العجينة كيف ما سكت عنا، لأنه الطحين بيختلف من نوع لنوع. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين هسه بدها بسم الله، هسه بدها كمان، احنا بدنا عجينة تتشكل عنا نعرف نفردها بس، بسم الله. هاي نعجنها منيح، هيك العجينة تقريبا صارت منيحة، بس أكملها مع بعض للجانس كلهم، بسم الله. شايفين هاي العجينة هيك، أنا هلا بدي أحاول أقسمها نصين يكونوا نصين متساويين، هاي نخليهم قد بعض تقريبا، هاي قد بعض. هلا بدي أجيب الكاكاو اللي عندنا، ممكن تحطوه هيك أو تضيفوا عليه معلقة حليب إذا نشفت العجينة، لأنه الكاكاو بيتشرب بسرعة. وبدي أعجنه هلا هون، بسم الله. هاي شايفين بياخد اللون، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي عجنت هيك العجينة، بدي أقصها كمان هيك من النص، نحطهم هون عجها، والعجينة التانية اللي عنا هون اللي حطيناها عجها كمان بدي أقسمها من النص. شايفين هاي قطعتها لأربع قطع، وجبت هون عندي صينية دهنتها بشوية زيت، وبدي أحط بالدور أو ممكن تحطوا بس زيت في الصينية، أنا عندي ورق زبدة طبعا، أدهنتها شوية زيت كمان على أساس تفرد العجينة معاي. هاي بدي أفردها شوية، وأحط كمان طبقة من الكاكاو عليها، أفردها الحجم اللي تفرد معي فيه. هاي أجيب كمان طبقة من الكاكاو وأفردها، أحاول عليها كمان،
يعني ممكن بالايد هيك او نرقها اساس نحاول نفردها مع بعض. هاي او نرقها بالمرقة. هاي العجينة طرية عندي طبعا انا. هي انا بدرق معكم الطبقة التالتة اساس تكون ما تكونش مد حسب انا بورجيكم اي طريقة هيك او هيك. هي نرقها ونحطها على الطبقة اللي عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينية اللي حطيناها هي الطبقة اللي رقيت حطيتها هيك صاروا ثلاث طبقات. ضايل هاي الطبقة اللي بالكاكاو الاخيرة. هلا بدي بشوية طحين كمان امدها واحطها عليها. هي مش مشكلة إذا العجينة شوي طرية بالطحين بنمدها وبنفردها بالعجينة، أهم شي نحط الطبقات على بعض وبعدين بنمدها مرة واحدة. أحطها عليهم هلأ. هاي صاروا الطبقات الأربعة عندي جاهزين. هلأ بدي أمدهم بالصينية قد ما أقدر، يعني على قد ما أقدر بالصينية بدي أفردهم. بسم الله. هاي شايفين كل مرتاح وبمدوا مع بعض، معلش إذا أجوا مع بعض خلطوا مش مشكلة، المهم ينفردوا هيك. هاي بدي افردهم منيح وحميت الفرن انا على 180 درجة. هاي شايفين الكيك صار عندي بسكوت او الحلوة. هلا بس بدي بالشوك بس هيك انا اخذها عتاس في الفرن لما تنخبز ما تنفخ معنا كتير عشان نشوف شو بدنا نعمل فيها بعد. هذا بنشربها بشي تاني. هاي نحطها هلا بالفرن وبنشوف لما تطلع معنا كيف. شايفين هي هذا طلعت من الفرن اسا ساخنه. بدي احاول اقص الاطراف شويه بس عشان ساخنه هون عشان لما نقصها تطلع معانا بالشكل اللي بدنا اياه. هاي بس الاطراف نقصه متساويين. نقص كمان هون. وعندنا هون طبعا بدنا نسقيها. عندي هون جوز هند، هون عندي جوز هند، وعندي كمان هون عندي مربى المشمش دوبته بشوية مي وماء الورد كمان حطيت معاه وبدنا نسقي فيها بس نقص الأطراف. بسم الله. هاي نقص الطرف اللي ضايل نطلعهم بالراحة بس لأنها ساخنة شوي شوي. شايفين هيني بعد ما قصيت الاطراف هون بدي اسقيها بالعصير اللي عنا اللي عملناه مربى المشمش وهي ساخنة. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. نسقيها كلها فيه يعني زي الشربات زي القطر. انا حطيت هون حوالي 3 معالق كبار دوبتهم بيجي هيك بنص كوباية مي وصارت عندنا مثل هيك هذا السائل. هاي شايفين هلا لما نسيبها لما تتشرب لازم تشربها بنرجع نشوف شو بدنا نعمل. بدنا نرشها طبعا بجوز الهند اللي عندنا. هي بعد ما تشرب كل هذا السائل هاي نرجع لها بس تكون شربته. شايفين هيتها شربت عندي السائل. هلا بدي ارشها جوز الهند يعني نرشها منيح نغطيها منيح. شايفين جوز الهند مسك فيها بسرعة عشانها شاربة. هلا بدي اسيبها تبرد تماما يعني ما نسيبها هلا بالمرة لتتفتفت عشان ما تتكسر. تبرد منيح وبعدين بنقطعها. هي بعد ما بردت انا بدي اقطعها حوالي هيك قطع تكون نفس الحجم عشان بدي اقطعها كمان قطع بيضاوية. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي
هلا بدي اقطعها بالشكل هيك. هلا بس اطلعها بالدور هيك، هاي شايفين بدي اعملها قطع هاي اساس تكون مثل هاي هيك، القطعة تكون بهذا الحجم والشكل. هاي قطع بيضاوية، كل واحد حسب الذوق تبعه ممكن تعملها مربعات اللي بدكم اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شوي شوي هلا بس بعد ما اقطعها بدي اطلعها على نبجات التقديم. شايفين هيتها بعد التقطيع عندي جهزت، هاي شكلها وهي حجمها بالشكل هاي قطعتها، ممكن تقطعوها مثل ما بدكو. وهي طريقتها كتير هشة وكتير طيبة وبتنفع في المناسبات، ولما تيجي ضيوف ممكن نعمل مبيض وشنا مع الضيوف. وهي طريقتها ان شاء الله بتعجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من الاشتراك واللايك وصحة وهنا ان شاء الله، وبأمان الله بلاقيكم في فيديو تاني.